الله أكبر، هذه المسمكة على أسوار مطار دير الزور العسكري، وسوف نتحدث الآن إلى بعض إخواننا المرابطين في قطاع المسمكة، يتحدث لنا عن آخر التطورات الميدانية في سوريا. مرحبا أخي. أهلا وسهلا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة لشهدائنا والحرية لأسرانا. نحن الآن مرابطون على أطراف مطار دير الزور العسكري، وأشكر كافة الأخوة المرابطين على كافة جبهات محافظة دير الزور وكافة المحافظات. نحن الآن مرابطون ببارودة وبرشاش بكسي وقاذف RPG. نعم، هذه الأسلحة النوعية وقفت مطار، ولا نستطيع أن نقتحم هذا المطار إلا بأسلحة نوعية. نطالب الدول الخارج بدعمنا بالأسلحة النوعية كسلاح مضاد دروع ومضاد طيران وصواريخ لنحرر هذه المحافظة ونستمر لتحرير كافة المحافظات ونحرر سوريا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن المجاهدين المرابطين في الخنادق ندعو أخوتنا الذين هم في الفنادق بتوحيد الجهود السياسية، لأن السياسة هي التي تحرك الجيوش.